تمام كده. تمام يا دكتور، شكرا جدا لحضرتك. تمام. اذا زي ما قلنا الكلاسيفيكيشن بتاعها، بنقدر نبدا نعرف ايه الكلاسيفيكيشن اوف هوسبيتال ويست والامثله بتاعت كل واحد عشان يجي لك في الامتحان مثال وانت تقول له النوع بتاعه ايه مثلا يعني. تمام. مين هم البيرسونز ات ريسك اللي هم بيروحوا المستشفى، المترددين داخل المستشفى، اللي هم الناس طبعا طبعا الميديكال ستاف، الان اند اوت بيشنتس، العيانين المحجوزين، يبقى الميديكال ستاف اللي شغال، الميديكال ستاف دي اقصد بيه الدكتور سواء كان استاذ او حد مساعد ليه، التمريض، الاخصائيين، كل الميديكال ستاف اللي شغال جوه، كل ده عرض ان هو يبقى يجي له انفكشن من الهوسبيتال ويست. ان اند اوت بيشنتس، العيانين المحجوزين في الادوار، والاوت بيشنتس اللي هم مترددين على العيادات الخارجيه. طيب الفيزيتورز، الناس اللي زائرين اللي العيانين جوه المستشفى. الوركرز، الويست هاندلرز اللي هم العمال بقى اللي هم بيلموا العاملات، والعمال الافاضل اللي هم بيلموا الويست ده، هم عرضه للكلام ده. الوركرز تاني السبورت سيرفيسز اللي هم الخدمات الداعمه في المستشفى، الموظفين بقى العاديين يعني اللي موظف في الحسابات، موظف في الاداره، موظف اداره الادويه، لكل الموظفين العاديين. جنرال بابليك، العامه، الناس العامه اللي معدي في الشارع، لو كنتش انت تتخلص من النفايات دي بطريقه امنه فهو بيبقى افكتد بشكل كبير. يبقى الهيلث كير ويست كان افكت اول اوف اس، يبقى دول اللي هم الناس الهاي ريسك اكسبوز تو هوسبيتال ويست. دي باد اكزامبلز فور امبروبرلي ستورج اوف كلينيكال ويست. امبروبرلي بروبرلي، انتوا بقى براحتكم، اللي هو التخلص الغير امن والغير صحيح من الهوسبيتال ويست. شايفين الباسكت مفتوحه ازاي، شايفين الاورجنز مرميه ازاي عندنا تحت في الشمال، شايفين الاكياس بتاعت الزباله مرميه ازاي، شايفين الباسكت اللي في اليمين كمان مفتوحه ازاي. كل دي طرق غير امنه تماما للتخلص من النفايات. هذا الموضوع الهوسبيتال ويست له امباكت اون بيشنت هيلث، لتاثير على البيشنت هيلث طبعا. الهوسبيتال اكوايرد انفكشن فروم كونتامينيتد هوسبيتال انفايرمنت بتاثر على البيشنت هيلث، على صحه المريض اللي هي اصلا تعبانه فليها تاثير عليه، وعلى الامبلوي اللي شغالين جوه المستشفى طبعا، ممكن تسبب لهم فيزيكال انجريز ممكن زي الكيميكال والحاجات اللي بتطلع منها، بكتيريال اند فيرال انفكشن زي التي بي والهباتايتس والايدز، امبروبر هاندلنج اند ديسبوزال اوف هوسبيتال ويست، عدم الملامسه المظبوطه من قبل العمال في المستشفى، ده بيعرضهم للانفكشن بتاعها طبعا. وليها الامباكت على الانفايرمنت كلها بشكل عام. طبعا بيحصل بوليوشن، تلوث للاير والووتر سويل فروم ميس مانجمنت اوف ديفرنت هوسبيتال ويست، بيحصل تلوث للتربه وتلوث للهواء وتلوث للماء من عدم او عدم التحكم المظبوط في الهوسبيتال ويست، عدم التخلص منها بطريقه امنه. لو صورنا الصوره دي، هي جامعه ل جامعه ل للطرق خطوات التخلص من الهوسبيتال ويست، هي عباره عن سورتنج، هاندلنج، ستورج، فاينل ديسبوزال. انت بتعمل بتصنفهم الى انواع من الويست، وبعدين بجمعهم. هاندلنج، كلمه هاندلنج ان انا بشيلهم من المكان اللي موجودين فيه، بخزنهم في مكان ستورج، بخزنهم في مكان بعيد مخصص للكلام ده لحد ما اتخلص منهم بالفاينل ديسبوزر. سورتنج دي اصنفهم الى الخطوات بتاعتي، مينيمايز، مينيمايز يعني بقدر الامكان اقلل من الويست اللي طالع من عندي. طيب اقسمهم الى ايه؟ اقسمهم في اكياس حمراء للانفكشوس اند باثولوجيكال ويست، اكياس صفراء للراديو اكتيف ويست، اكياس سوداء للجنرال ويست، وبحط في علب صغيره كده بانكشر بروف كونتينرز فور شارب، بيتحط فيها الابر
والحاجات الحاده زي الازاز والابر والمشارط والكلام ده بيتحط في مكان اللي راح فيكم معمل قبل كده واتاخد منه عينه، بيحط الابر في علبه مخصصه لده. طيب هاندلنج، برضو في الهاندلنج اقلل من تلامس الحاجات دي بشكل كبير ان ايدي تلمسهم، وبستخدم هيفي ديوتي جلافز اللي هي الجلافز السميكه التخينه جدا اللي ما تخليش الويست يوصل لايدي. ستورج، الستورج ده بعمل ريجولر ترانسبورت، ما بخليش الحاجات تبقى موجوده لفتره طويله في مكانها، فبعمل لها ترانسبورت بشكل منتظم وبحطها في سبيشال بليس ولتكن غرفه مخصصه لده جوه المستشفى. كنا عملنا زياره قبل كده ميدانيه لزمايلكم اللي كانوا مهتمين ان هم يروحوا معايا، وراحوا معايا مستشفى الدمرداش وشفنا المكان اللي بيحصل فيه تجميع الهوسبيتال ويست، وليه مواصفات معينه يبقى التهويه بتاعته كويسه، الويست ما يقعدش فيه اكتر من 48 ساعه وبيحصل ريجولر ترانسبورت ليه، العربيه اللي بتستخدم بتبقى خاصه بنقل الويست فقط يتم تنظيفها باستمرار الكلام ده. طيب بتعمل فاينل ديسبوزر ازاي؟ زي التخلص النهائي، يا اما عن طريق انسينريشن وبيسموها المحرقه، محرقه النفايات اللي بيتم فيها التخلص من النفايات عن طريق الحريق، ولكن مؤخرا لقوا انه طريقه المحرقه دي بتعمل تلوث الهواء بشكل كبير، وخاصه لو انت ما عملتهاش في مكان بعيد عن الهواء اللي بيستنشقه الناس، فبداوا يعملوا فراجمنتيشن اند ستيرلايزيشن، فراجمنتيشن بيبدا يتقطع جوه مفرمه، فدي اللي كانت موجوده في مستشفى الدمرداش لما رحنا، دي عباره عن مفرمه بتفرم الويست وبعدين تبدا ترش عليه ماده تعمل له ستيرلايزيشن وتبدا تنقله في مكان تاني تعمل له لاند فيلينج، بيتدفن جوه التربه في اعماق لامتار معينه ويتدفن ويبدا يتحلل مع التربه في اماكن بعيده جدا في الصحراء بعيده عن العمران يعني. فانت خطواتك هي السورتنج والهاندلنج الستورج والفاينل ديسبوزال، دي خطوات بتاعه اللي هي سورتنج مينيمايزنج ريد باجز فور انفكشوس اند باثولوجيكال ويست، يلو باجز فور راديو اكتيف ويست، بلاك باجز فور جنرال ويست، بانكشر بروف كونتينرز فور شارب. بروبر هاندلنج مينز ايه؟ يعني ايه كلمه بروبر هاندلنج؟ انك انت ويرنج جلافز ترانسبورتنج كونتامينيتد سوليدز ان كفر كونتينرز تو ديسبوزال سايت، يبقى انت حاجه متغطيه علشان ما يتسربش منها حاجه وانا بنقلها. disposal of all sharp and puncture resistant containers, washing hands after disposal of infectious waste. الهوستل ويست مانجمنت، علشان تبدا تعمل هوستل ويست مانجمنت لابد يكون ليك سياسه، لابد يكون ليك سيستم انت عامله جوه المستشفى وما بتسال عنه لما تيجي اداره الجوده وإدارة التراخيص عشان تمنحك ترخيص كمزاولة كمنشأة طبية، يكون عندك نظام انت حاطه للتخلص من النفايات. يعني بتعمل أول حاجة definition of responsibilities for waste management، تحديد المسؤوليات، مين مسؤول عن إيه. allocation of sufficient human and financial resources، يبقى عندك عدد كافي من البشر والإمكانيات، انت ده العمال اللي موجودين اللي بيتخلصوا من النفايات وبينظفوا، وكمان امكانياتك الماديه اللي انت بتضعها تحت تصرف هذه الاداره، انك تقول له عايز عربيه تنقل ماشي، عايز اكياس كفايه ماشي، عايز علب ماشي، اللي انت عايزه احنا جاهزين بيه. inclusion of health care waste management into the training curricula of health care personnel، يبقى الناس اللي مسؤوله عن الهيلث كير ويست مانجمنت على التخلص من النفايات يخشوا معاك في البرامج التدريبيه للهيلث كير من الدكاتره والتمريض، يبقى انت الناس المسؤوله عن الكلام ده بتاخدهم معاك في التدريب ليه؟ عشان يتعرفوا بشكل علمي وشكل مظبوط على الطرق نقل العدوى ازاي، وايه الخطوره اللي بتنتج عن عدم التخلص من هذه النفايات بشكل امن وصحيح، لانك انت بتحطه جوه مسؤوليته وبتعرفه على دوره اللي هو لو ما قامش بيه هتحصل مشاكل كتير جدا. ويست مينيمايزنج از ماتش از بوسيبل ات ذا سايت اوف اوريجين، بمعنى انك بقدر الامكان بتحاول تحافظ على انك ما تبقاش في نفايات كتير في المكان اللي موجود، ما نرميش في الغرف حاجات على الارض، ما نرميش ما تبقاش في نقط دم موجوده، يبقى من المنبع نفسه من الاساس بتقلل جدا من
كمية الويست اللي هتطلع. بعدين أبدأ أعمل لهم segregation برضو of waste into hazardous and non-hazardous in all steps of waste disposal. Implementation of safety handling of waste. بمعنى أن أنا أبدأ برضو أبقى عندي في دماغي وأنا بقسم roster waste into حاجات خطيرة وحاجات non-خطيرة من الأول في كل خطوة. وأنا بعمل sorting أبقى عارف أنه الحاجات دي في الكيس الأسود مش خطيرة قوي. دي عبارة عن مناديل وأكياس وبتاع. لا ده في الحاجات بقى ريد، لا ده في حاجات باثولوجيكال وانفكشوس. يبقى انت من المنبع تبقى معرف اللي قدامك وتحط التيكت مكتوب عليه اللي شاف فيكوا قبل كده هو مستشفى، كيس مكتوب عليه مواد خطيره او نفايات خطيره، ده عشان الكل يبقى ملامسه يبقى عارف الكلام ده. بيبقى عندي توصيات وانا شغال على السيستم بتاع الهوسبيتال ويست. الهوسبيتال ويست سيستم ابروتش انفولفينج ذا هاندلنج ستورج ترانسبورت تريتمنت ديسبوزال اوف ويست. يبقى انت عندك سيستم زي ما قلنا من شويه. تريننج اوف اول تو بي اوير اوف هوسبيتال اوف بوتنشال ريسك اوف ويست هاندلنج، ده قلناه من شويه. سيجريجيشن اوف ويست انتو هازاردز اند نون هازاردز اند يوزنج ابروبريت باكينج اند ليبلز، كويس جدا قلناه. ريديوسنج ذا كوانتيتي اوف ويست ا سورس از براكتيكابل، زي ما انتم شايفين ريكومنديشنز هي تجميعه للكلام اللي اتقال قبل كده، بحيث انك لما تقرا الدرس بتفاصيله تقدر في الاخر تستنتج هذه الريكومنديشنز من غير حتى ما تتعب يعني. انسينريشن اوف باثولوجيكال ويست، وقلنا ان في خطوره من الانسينريشن في تسرب الدخان اللي اتخارج منه. ستورج اوف راديو اكتيف ويست انتل زي راديو اكتيفيتي ديكيز، يعني بمعنى ان احنا الراديو اكتيف ويست بالذات بنخزنه لفترات طويلة جدا لحد ما ينتهي تأثير الإشعاع بتاعه. Comprehensive Waste Disposal Plans، بتبقى عامل خطط كبيرة ومجمعة. Information on Performance، يبقى عندك دايما معلومات عن البرفورمانس بتاع الفريق اللي شغال. Legislation should be restricted to basic principles، يبقى أنت التشريع لابد يبقى فيه في الدولة عندك قانون يسن ويشرع طرق التخلص من النفايات وتحريم مش تحريم طبعا، تجريم مخالفة هذه الإجراءات اللي احنا بنتكلم فيها. في مصر مثلا بيقول لك قانون رقم 4 لسنة 1994 لحماية البيئة، بيبقى فيه 100 elements، في 100 جزء في 100. element number 29 prevents handling of dangerous waste without a license from responsible administrative area. يبقى انت ملاش ان احنا بيجرم انك انت تتعامل مع الهوسبيتال ويست دي بدون اخذ موافقه لغرض ما. انت بقى هتعمل ريسايكلنج، هتعمل حاجه، بيبقى لك معاك موافقه، يا اما السجن لمده لا تقل عن 5 سنين وغرامه لا تقل عن 20,000 جنيه. ده القانون الذي يجرم التعامل ويضع عقوبة التعامل مع الهوسبيتال ويست بشكل غير شرعي. في حد عنده سؤال فيما يخص الهوسبيتال ويست؟ في حد عنده سؤال؟ لا دكتور، شكرا. شكرا ليكم، كل سنه وانتم طيبين.